بيقولوا ما بضيع حق ورا مطالب، لكن من أول الخطوات لحتى تحصل حقك هي معرفتك بهذا الحق. طبعاً هي المعرفة بحقك هي بحد ذاتها كانت مشكلة للسوريين، وخاصة مع الأتعاب القانونية من زمان المكلفة، يعني أتعاب المحامي مكلفة، لكن هلأ صارت مشكلة أكبر وخاصة بالمحرر. نحن بنعرف أنه صارت أكثر تعقيداً هاي المشاكل، في خلافات قانونية وقضائية مع مناطق أسد، في خلافات قانونية وقضائية مع محاكم الأمر الواقع، بالإضافة لفقدان الأوراق الثبوتية. بظل الحاجة لمرشد قانوني موثوق أو مضمون، رح نستضيف اليوم مرة تانية المحامي الأستاذ عمار عز الدين من رابطة المحامين السوريين الأحرار لحتى يحكي لنا عن تجربة العيادات القانونية ونفهم منه نوع الخدمة اللي بيقدموها وقدي فعالي. صباح الخير أستاذ عمار. صباح الخير أستاذ دينا. يسعد أوقاتك يا رب. خلينا ندخل مباشرة بالموضوع مشان نفيد الناس، أكيد يعني هن الناطرين هاي الإجابة. شو هي العيادات القانونية؟ يعني دائما وقت بنسمع عيادات أنا بيخطر لي مراجعات وهالقصص، العيادة القانونية ما هي؟ لا، العيادة القانونية هي مشروع أطلقته رابطة المحامين السوريين الأحرار منذ 3 سنوات. طبعا هذا المشروع هو موجود بسوريا مثل ما حكيت من 6 سنوات، والآن منذ سنة موجود بتركيا. طبعاً العيادة القانونية عبارة عن عمل قانوني تطبيقي يعمل على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية ونشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع السوري وتقديم المساعدات القانونية للفئات المستضعفة منهم وتعزيز الوضع القانوني للسوريين في المجتمعات الضعيفة بهدف تعزيز وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. طبعاً هذا الحكي تعريف رح أنا أشرحه وبسطه شو معنات هذا الكلام. خلينا يعني طبعا. خلينا نبدأ من البداية. أنا اللي فهمته أنه حضرتكم بتقدموا استشارات وبالإضافة بتقدموا خدمات تمام. أو حلول. طيب شو نوع هاي الاستشارات القانونية؟ هو هذا اللي راح أحكي فيه تفضل. هلأ نحن بالنسبة لأن العيادة القانونية هي بينبثق عنها أكثر من محور أو أكثر من فعالية أو أكثر من نشاط، توجد لاحقاً بمشروع الوثائق، ولكن خلينا نحكي فيهم بعجالي وننتقل على المشروع الأهم اللي هو مشروع الوثائق القانونية السورية. هلا بالنسبة لموضوع العيادات القانونية مثل ما حكينا هو منطلق من 6 سنوات في سوريا وبالإضافة من 2 سنة من تركيا، وكنت أنا قلت امبارح معكم بموضوع السيد محمد وهذا من أحد النشاطات اللي هاي، والحمد لله أنا على الهواء عبر راديو أوريانت عم بقول لكم تابعنا حالتها وإن شاء الله أمورها متجهة للحل في هذا الموضوع. بس عشان المستمعين، وطبعا أنا بشكر راديو أوريانت على هالمبادرة الحلوة اللي عم تقدم مساعدة للسوريين بكل المجالات، وأهمها هي المجالات القانونية وتحل مشاكلهم. واجبنا. الله يسلمك. فموضوع العيادة القانونية بالنسبة للداخل السوري عندك أول شغلة هو موضوع الاستشارات القانونية المجانية. يعني نحن اليوم السوريين بتعرضوا لعدة مواضيع قانونية وفي محاكم موجودة اسمها محاكم أمر الواقع. فعندنا فريق مختص هو بيعرف القانون السوري. نحن طبعا من أول يوم بالثورة وبالنزاع اللي صار بسوريا نحن قاتلنا موضوع أن يكون الناس على علم بالقانون والناس لازم ما تفقد هاي القصة، والحمد لله رب العالمين قدرنا تكون وجهة نظرنا هي الصحيحة، لأن الدولة بدون قانون معناتها الدولة صارت تحكم شريعة الغاب، وهذا الشيء اللي صار وانطبق. فعندنا فريق مختص كامل بموضوع الاستشارات القانونية. الاستشارات القانونية تضمن فقط العمل الأكاديمي، نحن اليوم عم نقدم استشارات قانونية حتى للمحامين الموجودين بالداخل في حال محامي متمرن أو محامي وقع بقضية ما وما قدر يوصل للحل القانوني، فنحن عم نعطي الاستشارة القانونية بالإضافة لكتابة العقود القانونية، بالإضافة لتنظيم الوكالات. بتعرفوا بالداخل السوري صار في شيء مثل كاتب العدل، خلينا نعتبره صار في تنظيم وكالات كمان عم نصيغ هذه الوكالات، بالإضافة لعقود شركات سواء شركات توصية أو شركات تضامنية، وعما نقدر ننظم العلاقة التجارية بين الأطراف الموجودين بالداخل السوري. وبالإضافة لعنا موضوع هو موضوع دعم وتمكين المرأة، نبدأ على موضوع زواج القاصرات، زواج القصرة، بالإضافة لدور المرأة بالمناصرة وأن المرأة هي عضو فعال في المجتمع وما لازم تتنازل عن هذا الحقوق، ومن وعية أنه شو معنات الزواج العرفي شو رح يأثر مستقبلا على حقوقها وعلى حقوق أولادها. فهذا بالنسبة لموضوع نعتبره استشارات القانونية. استشارات القانونية نجي على موضوعنا اللي هو الأساسي اللي هو موضوع المشروع الوثائق. هذا المشروع أطلقناه
بالشهر الثالث. معلش قبل ما ننتقل استاذ تفضل. عمار، قبل ما ننتقل مشان محور محور، يعني بموضوع الملكيه مثل ما قلت لي، تنظيم كاتب العدل بموضوع خلافات حتى يمكن الطلاق، هي رح نرجع ليها بالمحور الثاني. مواضيع الملكيه اللي هي ممكن تكون بمناطق النظام حتى تقدروا تثبتوا قانونيه ملكيه الاشخاص لعقاراتهم لاراضيهم. تمام تماما، هذا الشيء نحن بدنا نعرفه، او لازم كل شيء بيشتغل بالقانون يفهم هاي النقطه الجوهريه والرئيسيه، انه موضوع التوثيق المدني، ونحكي توثيق مدني يعني بكل حيثياته، انه هو موضوع سيادي وما زال الى اللحظه مرتبط بالحكومه السوريه. مو معناتها نحن، وهذا لازم نقطه كثير نضوي عليها، نحن عم نروج للنظام السوري، ولكن لا، نحن بالنهايه بنحكم ضمن قوانين، وهي القوانين الدوليه هي اللي بتحكم علاقة الأشخاص مع الدول. يعني نحن اليوم كتركيا على سبيل المثال، أنا أحكي وعم أحكي قانون، هلأ من أكبر الداعمين بالملف الإنساني للسوريين، ولكن تركيا إذا بتشوفي أنه أي وثيقة بدي طالعة أي شخص، فهي عم تطلب تصديق النظام عليها، تكون وثيقة صادرة عن النظام. مو معناتها أنه تركيا هي محابي للنظام، لا، ولكن القوانين الدولية تفرض على تركيا أن تقوم بهذا الإجراء. ليه؟ لأن لتاريخ اللحظة لا يوجد اعتراف لأي كيان سياسي موجود يستطيع إصدار الوثائق القانونية المعتمدة قانوناً أو المعتمدة دولياً بالنسبة للسوريين. إذن هذا اللي بينقلنا يمكن لموضوع تسجيل الولادات والعقود وهي الخدمات، يعني شو أهميتها؟ تماماً، فنحن هاي هي الأساس بالنسبة لموضوع عمل العيادة القانونية، أو خلينا نعتبر تتويج عمل العيادة القانونية، أنه كان بمشروع أطلقناه نحن بالشهر الثالث، هو اسمه مشروع الوثائق القانونية حق لكل السوريين، هيك كان العنوان تبعه. طبعا هذا المشروع شو هو؟ المشروع أطلقناه نحن عبارة أنه نحن صرنا، والأصل نحن هذا الحكي نعرفه، ولكن ثبتت رؤية قانونية صحيحة بعد عدد مرور الزمن، أنه فعلا الموضوع التوثيق المدني هو موضوع سيادة ولا يجوز لأي طرف من الدول تدخل فيه. فنحن ارتئينا أنه نحن نطلق هذا المشروع، وعبارة عن مشروع أنه هو بالنهاية الناس ملت من موضوع أنا والله اليوم عم أعمل موضوع استبيانات، وقول والله عنا 2 مليون طفل ما مسجلين بالداخل السوري. طيب تمام، هذا الحكي حلو كثير وكلياتنا متفقين عليه، ولكن آخر النهار هذا الحكي بده تنفيذ. الإنسان بالنهاية بده خدمة تتقدم، فكان المشروع هو عبارة عن خدمة قانونية عملية وليس فقط استشارية. طب يعني اللي بدي أسأله، أنه شو اللي بيخلي الوثيقة اللي أنتوا بتقدموها قانونية لا يشكك بصحتها مستقبلا؟ شو بيخلي الناس حتى تجي عندكم وتسجل مواليدها وعقودها؟ وهو أكيد في سجل مدني وفي جهات عم تسجل، يعني أنتوا شو اللي بيميزكم عن هي الجهات؟ تماما، هلا اول شغله بالنسبه لنا شو اللي بيميزنا، انه نحن عم العقود عم تكون او التسجيل عم يكون عن طريق دوائر النظام. يعني كان العمل كلياته بشكل رسمي وموثق، وبتعرفي حضرتك انه بالنسبه لموضوع اي شخص صار فيه يتاكد في خدمه البوابه الالكترونيه، ففيني يطلع حتى نحن هاي المعايير، انا هلا راح اجي عليها تباعا واحكيها كيف نحن نظمنا من بنود لحتى نحن كعياده قانونيه وقت نقدم هاي الخدمة، أولا نكون مستوفي المستجيب الشروط القانونية، وبالإضافة الشرط الأهم أنه نقدر فعلا تكون الخدمة صحيحة 100%، ويكون عدم وجود أي شك 1 من 1,000,000 بهذا الموضوع. يعني بس استوقفني هون أستاذ عمار، يعني أنت وقت بتسجل مولود بأحد مخيمات الشمال السوري، حضرتكم وقت بتسجلوه بتعطوه وثيقة ميلاد أو وثيقة زواج أو يعني whatever، هذا أكيد رح يروح يدخل للداتا الرسمية للنظام ويسجل هناك، فهو أوراقه تصير معتمدة بدول تانية، بتركيا، بأي مكان آخر. جميل جدا هذا الكلام، تفضل كمان. هذا هو هذا بيت القصيد اللي أنا عم بحكي فيه، لأنه نحن في حال سجلناه بالداخل السوري، ومثل ما تفضلتي وحكيت حضرتك أنه في كتير مؤسسات عم تسجل جوا، طيب تمام، ولكن هاي المؤسسات شو مدى الاعتراف القانوني الدولي لها؟ صفر، عرفتي كيف؟ يعني حتى اعطيك شغله، مناطق درع الفرات اللي هي تركيا قائمه على تنظيمها، الوثيقه القانونيه لا يعترف فيها، اللي صادر على مناطق درع الفرات لا يعترف فيها بالمعاملات الرسميه بالنسبه للسوريين الموجودين في تركيا. تمام؟
فهون وبرجع باكد على موضوع انه هذا الموضوع هو موضوع سيادي، وهذا صحيح. الحكي قانون إذا بالضبط. هلا فهذا هاي الحكي الخدمة التسجيلية، أنا آسفة عم أقاطعك بس لأنه وقتنا ولا يهمك ضيق، ولا هاي يهمك. الخدمة القانونية حاليا تقدم للناس الموجودة بالشمال السوري، هل تقدم للي موجودين تمام بتركيا؟ نحن بنعرف قصة المكاتب هون و... بالضبط. تفضل. هلا نحن هذا الشيء اللي نحن انا راح هلا احكي بعجالي على موضوع الخدمه ومراحله وشو شروط، لانه يعني مو اي انسان بده يستفيد من هاي الخدمه. فنحن عندنا الخدمه هي عباره، اول شغله نحن نظمنا برنامج اسمه كوبو، وهذا البرنامج كان مشان موضوع الاستبيانات، وتم صياغه اسئله معينه لحتى نعرف حاله الشخص ووضعه القانوني، هل هو فعلا بحاجه لهاي الخدمه او لا. وتم اثناء برنامج الكوبو، يعني نحن مو بس عباره عن نقدم هاي الاسئله، عباره بس عن مشان موضوع تسجيل مواليد، ولكن نحن عم ندرس الوضع القانوني للمستجيب بشكل عام. فايام بيطلع معنا شخص مفقود، ايام بيطلع معنا شخص، وهذا كله في له استمارات خاصه عم بتنظم من قبل الرابطه بموضوع التوثيق الجنائي. كمان نحن عندنا جزء بهذا الموضوع، انه في شيء ناس مفقودين عم ناخذ استشاراتهم وعم ننظمهم بموضوع اخر. فاول شغله عم يكون موضوع استبيانات الكوبو. ليش اخترنا الكوبو؟ لانه هذا البرنامج نحن شغلنا هو بالمخيمات، المخيمات اكيد عم يكون ما فيها انترنت، فهذا فينهم فريق العمل موجود طبعا بعد تدريبهم وكثير عانين بهذا الموضوع لحتى قدروا يعرفوا اصول القانونيه، وشرحنا لهم شو معنات اهميه الوثيقه القانونيه. والاهم بهذا الموضوع انه انت بالنهايه حضرتك موجود بالشمال السوري، الشخص المستجيب، فبالنهايه بدك تاخذ ثقه هذا الشخص ليعطيك معلومات القانونيه. صحيح. هذا موضوع سهل، يعني هذا خطير جدا، حتى يعني في ناس بالضبط كتير ما خطير لو بتفضل انه حكيت تروح معلوماتها تماما لداتا النظام يعني. تماما. فلو ما في تدريب وشكل صحيح 100% انه نحن فعلا عم نقدم خدمه ملموسه ماديه وليس موضوع احصاءات واستبيانات فقط. طيب فنحن ننظم له الشخص الاستبيان بالنسبه للكوبو، بيطلع عنا حالات معينه، مثلا على سبيل المثال عقد شركي بيطلع عنا مفقود، بيطلع عنا اي شيء، فنحن هذا الحكي بننظمه بعد كله موضوع موثق استشارة قانونية. يعني أنا تماما. والله أستاذ عمار مستمتع بالحديث معك، لكن الوقت تداركني، بس أنا حابة أركز على نقطة أنه الخدمات مجانية بالكامل، الأوراق خدمات، موثوقة بس حابب قانونيا، على مسؤوليتك هذا الكلام. بس 100%. ورح أضيف شغلة صغيرة، تم تنظيم 1298 استبيان وتم تسجيل 104 حالات بالنسبة، طبعا أنا زودتكم بالتقارير والفيديوهات وعن حضرتك صارت لناس، ونحن اهم نقطه انه هاي الحالات اطلقت للناس المهمشه اقتصاديا، للناس اللي عم يكون في عندهم اصابه حرب، للناس ذوي الاحتياجات الخاصه، للنساء اللي يحتاجوا الى تمكين، للمراه المعيله للاسره. فكان في معايير انسانيه صارمه جدا بموضوع تقديم هذه الخدمه، اطلقت الرابطه في هاي، والحمد لله رب العالمين لاقى المشروع نجاح، وباذن الله رح يكون في تمديد لهذا المشروع ورح نشتغل جزء منه بتركيا ان شاء الله. نحن اكيد حنستضيفك بشكل متكرر لحتى نطلع الناس على هي الخدمات، ولحتى نخلي الناس تستفيد باكبر قدر من خدمات رابطه المحامين السوريين الاحرار، واللي بحب يسجل ويكون اوراق. شكرا كثير على هالاضاءه العامه اللي تعملوها القانونيه. نحن بنشكر وقتك كثير. راديو قيمت على الجهود الجباره اللي عم تقوم. يعطيك ألف عافية، منتشكر كتير وقتك. المحامي الأستاذ عمار عز الدين من رابطة المحامين السوريين الأحرار ومسؤول مشروع العيادات القانونية، شكرا كتير لوقتك.